شافتين اريد شيء يصعد وزني بس ما يدي الماس. لو تموت ما تصعد. كثرت الاشاعات والروايات حول منتوج الماس واللي على اساس هو ما نعرف شنو مكوناته وما نعرف منين جاي وانه بيسموم. هذا الكلام كله غلط. اصلا ماكو لاعب وزنه خفيف وحرق قده عالي ما يقدر يصعد اذا مو يستعمل الماس. الواي ما يفيده والايزو ما يفيده. واليوم بدي اتكلم عن المنتوج الاشهر عالميا واللي هو ماس انفيوجن من شركه نوتريكس، اللي هو تركيبه متقدمه من البروتينات مخصص لزياده الوزن، اللي يوفر احتياجات الرياضيين اصحاب الاجسام النحيله واللي يكون حرقهم للطاقه سريع جدا. يحتوي السيرفينج واللي هو 4 سكوب على 1120 سعره حراريه، 50 غرام من البروتين، 22 غرام من الاحماض الامينيه البي سي اي اي، 10 غرام من الجلوتامين. يحتوي على مصادر متنوعه من البروتين بطيء وسريع الامتصاص مما يؤدي الى تغذيه العضلات لمده طويله، يزيد من حجم العضلات، يقلل من معدل الهدم في الجسم، يمد الجسم بسعرات حراريه عاليه مما يزيد من الطاقه والنشاط، يعزز عمليه الاستشفاء العضلي وزياده القوه والحجم العضلي. حاليا الشركه مسوي عليه اوفر، من تشتري ماس تحصل على محفز تستوستيرون اللي هو تي اب مجانا.